وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الدكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدوليه. دكتور فارس، بعد التحيه، كيف تابعت معنا استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاخيه جلاله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي يزور مصر لاول مره منذ توليه مقاليد الحكم؟ الدلالات والابعاد. دكتور فارس تفضل. اهلا بك يا فندم، واهلا بالساده مشاهدي القناه الاولى المصريه. طبعا زيارة تاريخية بتعكس الرغبة في تفعيل الدور العربي المشترك لحل القضايا العربية. هذه الزيارة بتمثل انطلاقة جديدة وفتح أفق أرحب وفصل جديد في العلاقات التاريخية والعميقة بين مصر وسلطنة عمان، واللي هي ممتدة منذ أكثر من 3500 عام. نعم. وبالتالي هي علاقات عربية بتؤدي وبشكل واضح إلى استقرار هذه العلاقات وجعلها أكثر قوة وأكثر وضوحا، في ظل أن البلدين يمتلكان ثقل طبعا إقليمي ودولي بيجعلهم من أكثر الدول مساهمة في الحفاظ على الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة العربية. وبالتالي هي هذه العلاقات يعني ستعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستويات الكبيرة والمنشودة في كافة المجالات، وصولا طبعا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وستؤدي بشكل كبير إلى إحداث نوع من أنواع الاستقرار والعمل على حل القضايا العربية العربية، في ظل أن البلدين لديهم سياسة خارجية واضحة وهي عدم ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأيضا حسن الجوار، وبالتالي هي علاقات تاريخية تضرب بجذورها في أعماق الأرض والتاريخ. نعم، يعني الكثير يصف هذه العلاقات بأنها توشك أن تكون علاقات مثالية، وهي من الأمور النادرة في الوطن العربي وتحديدا في ظل التحديات الإقليمية الراهنة سواء في المنطقة أو في العالم. كيف يمكن البناء على هذه العلاقات فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه بعض الدول العربية؟ سؤال مهم جدا يا فندم. طبعا يعني هذه الزيارة هي نقطة تحولات كبيرة ومهمة في مسار العلاقات العربية بشكل عام، وخاصة أن هذه الزيارة بتأتي يعني كان في زيارة هامة جدا قام بها فخامة الرئيس السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو من العام الماضي. وهذه الزيارة أرصت قواعد ومبادئ أكثر قوة وأكثر تطور، وقادرة هذه العلاقات على أن يكون هناك على كل المستويات سواء سياسيا أو اقتصاديا أن تكون خادمة للقضايا العربية. يعني هناك ملفات مشتركة مهمة بين الجانب المصري والجانب العماني، على رأسها طبعا الأمن في منطقة البحر الأحمر وأيضا أمن الخليج، باعتبار أن الرئيس السيسي أرسى مبدأ ثابت وهو مبدأ مسافة السكة، باعتبار أنه تم تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي في يناير 2022، واللي كان ليه انعكاسات كبيرة جدا بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري اجتماعات مجلس التعاون الخليجي لأول مرة، وده سينعكس بشكل إيجابي على استقرار الأوضاع وأن يكون مصر والخليج جزء لا يتجزأ والأمن القومي طبعا واحد. وأيضا فيما يخص ملف مكافحة الإرهاب، على اعتبار أن هناك جهود كبيرة بتقوم بها مصر وسلطنة عمان لأن يكون هناك محاولة القضاء على التنظيمات الإرهابية والقضاء على الإرهاب باعتباره آفة عالمية ودولية، لا تستطيع دولة أن يتم التغلب على هذه الآفة إلا بالتشاور والتوافق. وأيضا فيما يخص التداعيات الكارثية للأزمة الروسية الأوكرانية واللي ألقت بظلالها الكارثية على مجمل الأوضاع في المنطقة العربية فيما يخص قضيتين رئيسيتين سواء أزمة الطاقة أو أزمة الأمن الغذائي، وتنسيق التشاور بين الدولتين في هذه الأزمات سينعكس بشكل إيجابي على مجمل الأوضاع السياسية واستقرار الأوضاع في المنطقة العربية. نعم. طبعا الشق الاقتصادي يعني مهم جدا ولا يقل أيضا أهمية عن الشق. كان هذا هو محور سؤالي التالي دكتور فارس. في سياق ذكرك للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين في ظل الاضطرابات العالمية وتحديدا الأزمة الاقتصادية العالمية، هناك نمو في حجم التبادل التجاري أو حجم العلاقات التجارية ما بين سلطنة عمان ومصر، وصلت في هذا العام إلى 715 مليون ريال عماني استثمارات في مصر، وأيضا ارتفاع نسبة الشركات العاملة المصرية في عمان إلى 744 شركة. كيف تقرأ هذه الأرقام في ظل المعطيات الحالية وفي ظل الآمال المنعقدة على المزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين؟
سؤال مهم جدا، لان بالفعل يعني هناك زخم اقتصادي بدا يظهر في العلاقات بين مصر وسلطنه عمان في الثلاثه اعوام السابقه وبشكل كبير جدا بعد الزياره الهامه اللي قام بها الرئيس السيسي لسلطنه عمان في يونيو من العام الماضي، وتم توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، يعني اكثر من 6 مذكرات تعاون تم توقيعهم في مجالات مختلفة، في صحيح. مجال مكافحة الممارسات أيضا الاحتكارية، وأيضا في النقل البحري والموانئ وتعزيز المنافسة، وأيضا ترويج الاستثمار في ظل أن هناك رؤية سلطنة عمان 2040، وهي بتعمل هذه الرؤية على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية العمانية، وأيضا رؤية مصر 2030 وانطلاق الجمهورية الجديدة ورغبة حقيقية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين. وبالتالي أرى أن هناك رغبة وإرادة سياسية مستقبلية بتوقيع الكثير من الاتفاقيات الأخرى وفي مجالات مختلفة، سواء في ترميم الآثار أو أيضا الثقافة والتعاون الاقتصادي بشكل عام. وأيضا كان في يعني اتفاقية مهمة جدا اللي هي خاصة بالتعاون الأكاديمي بين الجامعات العمانية والجامعات المصرية، وبالتالي أرى أن هناك زخما حقيقيا ويعني كبيرا في الأمور الاقتصادية، في ظل أن حجم التبادل التجاري يعني لما يصل في 2022 لأكثر من مليار دولار، كان يعني مقارنة بنصف مليار دولار في عام 2021، فدي دلالة واضحة على أن هناك رغبة سياسية متزايدة بين القيادتين الكبيرتين لكي تصل الأمور الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية بنفس قوة العلاقات السياسية. ذكرت دكتور فارس عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في سلطنة عمان في زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إليها في يونيو الماضي، والتي بلغت 9 مذكرات تفاهم واتفاقيات مشتركة. هذه الزيارة اليوم متوقع أن يتم مناقشة أو التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم. الجانب الشعبي والجانب الحكومي في العلاقات بين الدولتين كيف يمكن البناء عليه في ظل هذه الاتفاقيات والمذكرات المشتركة؟ يعني سؤال مهم جدا، لأن هناك بالفعل تقارب حقيقي على المستوى الشعبي، وهناك رؤية حقيقية يتم بلورتها لتفعيل العمل العربي المشترك. هذه الزيارة تأتي بعد يوم واحد من انعقاد القمة العربية في جدة، وأيضا زيارة مهمة جدا عندما يقوم سلطان عمان بزيارة مصر، وهي الزيارة الأولى منذ توليه الحكم في 2020، فهذه دلالة هامة جدا جدا على أهمية الدولة المصرية، على أن هناك رغبة متزايدة لكي يكون هناك تنسيقا وتشاورا اقتصاديا وزيادة التلاحم الشعبي المصري العماني، مما سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات بشكل عام، ويفتح الفرص الاستثمارية للشركات العمانية للاستثمار داخل الدولة المصرية التي أصبحت دولة ملهمة ورائدة في كل المجالات، وأصبح هناك فرص استثمارية بعد تدشين بيئة تحتية قوية وأيضا بنية يعني أو بيئة تشريعية قادرة على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأيضا أصبحت العوائد الاستثمارية داخل الدولة المصرية كبيرة، وأصبحت مصر قبلة للمستثمرين العرب والأجانب، وأيضا الرؤية العمانية التي تريد أن تفعل دور مهم جدا وهي عدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل القومي وزيادة الفرص الاستثمارية بشكل كبير، مما سيتيح فرص كبيرة للشركات المصرية للاستثمار في الشق أو في الدولة العمانية. وبالتالي أرى أن كل الأمور تسير في اتجاه أن تكون هي علاقات نموذجية بامتياز، يعني علاقات يحتذى بها بين الدول. نعم، الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.